في ذلك وجزاكم الله خيرا. هذه هذا شاب تقدم لخطبة فتاة ولاحظ أبو الفتاة الذي هو وليها شرعا أن هذا الولد أن هذا الخاطب خاطب مش الخطيب خاطب رف جمع خاطب يدخن ورفض وهما اتفقا على شيء. يبدو أن هذا الأمر فيه أول نبدأ نعرف أن هذه الولاية حق للأبي حق شرعي الذي يتحدثون عن قولي عن أن الولاية ليست واجبة في مذهب أبي حنيفة وهذا هذا كلام ليس سليما حتى في مذهب أبي حنيفة ولا تشوفوا في التلفزيون الحنفية الآن يديروا الأب ويديروا في واحد كذا ويديروا واحد كيعطي ويعطي واحد يديروا واحد السلبية عنده طقوس أكثر من اللي عندنا. المهم هذا استدل أو هذا الوالد استدل على عدم صلاحية هذا الشاب بأنه يدخن. أنا لا أرى أن كونه يدخن معناه هو نهاية المطاف. هو يقول يدخن على أساس أن هذا عنوان على أنه ليس متدينا. إن لو كان متدين في عندك لكان أحسن مع التدخين. ماشي لأنه يدخن. ما وراء التدخين هو اللي مشكلة. إذا الإنسان لما يكون يدخن التدخين في حد ذاته حرام. هذا الذي يقول به العلماء. والعلم الآن يؤكد ذلك لأنه أصبح كارثة وأصبح نتكلم مش على ذلك الكلام اللي ولكن إذا كان الإنسان تقيا محافظا على دينه حافظ طبيعة لما يدخل في هذا المجال أول ما يفعل سيترك وما تركوش وقد يكون وراء التدخين أشياء أخرى ولا مش أقول كذا نسيب وغادي كذا وجاب ربما جاب له بالكارو لا قبل هو في العيب جاي كيقول له جاي يخطب وجايب معها بكيه ديال فين غادي تمشي هذا اللي شفتو الان ولا ما شفتوش الله اعلم كاين شي قرعه اخرى راه خلاها ما جابهاش مثلا كاين لان الناس يستدلون هذا استدلال ما نقولش نقول انت يا متعصب ولا كذا لان الخوف على البنت ايضا لان تكون مشكله فيما بعد. هذه الفتاه كنقول لها اولى لك أنك حينما تقترنين برجل صالح. في باب الكفاءة كلام كثير عند الفقهاء ويقولون أنه أن الرجل لا يزوج وليته لمن هو قليل الدين أو فاسق. تعرفون هذا الكلام؟ إذا رأى الإنسان أن لماذا يقولون كثير جدا يقول ربما في الجواهر الثمينة لابن شاس فيه كلام طويل يقولن ان هذا الانسان سيدخل عليه الحرام هو يدخن ولا يتورع عن حرام ويدير تجاره ديالو ما لا ونيه المطاف انه يجيبها للدار فتصبح الناس ياكلوا الحلال هي تاكل الحرام فهذا من حقها ان تطلب الحلال ومن حق والدها ان يقول هذه الملاحظات بان هذا لا يصلح وذلك في 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 في, في في شروط او في شروط او في الحديث عن الكفاءة بين الزوجين يقولون الكفاءة في المذهب المالكي في شيئين في الدين والحال كاين علماء اخرين يتكلموا عن الكفاءة الرجل يكون كفء او لا يكون في الدين لا يقصدون به الدين عادي يقصدون به التدين لان الدين هذه مثلا فروغ منها المرأة المسلمة لا يمكن أن يتزوجها رجل من ملة أخرى أن يكون على دين الإسلام هذا مثلا محسومة لا هذا لا يتزوج المسلم الكافر لا المسلمة لا يتزوجها الكافر ها معروفة هذه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم انتهى الأمر بالخطاب القرآني لكن ما يقولنا الكفاءة في الدين أي التدين رجل يصلي ويحافظ على صلاته ويقوم لصلاة الصبح ما لا تتزوج المرأة بإنسان قليل الدين يتعبها تضحك هو يريد الرقص هي لا تريد ذلك هو يريد مثلا شيء أصدقاء يأتون أشياء يريد أن يأتيها برجال آخرين يسهرون عنده هي ما بغاش إذن فهذا تعذيب الإنسان فكل واحد يقبل الطريق ماشي نقول له ما بغاش نقول له أنت ما تزوجت لا أنت تزوج كاين اللي بحالك راه كاينه
اللي بحالك راه معطل الله بخير، روح دبر على وحده وتتريحها وتريحك. ولكن امراه متدينه محافظه على صلاتها تدخل عليها تعذبها. ربما هذه الفتاه مازال لا تدرك هذا، ربما اللي خصها الرغبه في الزواج اكثر مما بعد الزواج. راه كيختلفوا تختلفوا التصورات، غالبا ما يبقى اما الجحيم ولا الفرق فيما بعد. هذاك في الدين والحال، في الحال كذلك في الجسم. اي ان الرجل مثلا اذا كانت المرأة مثلا شلة أو الرجل كذلك أشل وكذا، يكون فيها نوع من 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 من, من لكن إذا قبلت المرأة، إذا قبلت في أن تتزوج برجل مثلا له شيء مثلا كسيح لا يتحرك أو فيه شيء حاجة، ولكن في هذه الحالة يجب أن تعبر، لابد أن لا يكتفى منها بالصمت، بل لابد أن تقول قبلته على ما هو عليه، واستنطقت لزائد في العقد كقبضي عرض وكزوج عبدي. لابد ان تنطق، لان الاصل ان البكرة اذنها صمتها، هذه لا ما فيها صمتها. لابد ان تقول قبلت باش ما تجيش ترجع تقول لا غير كنت حشمانه وبعد، لان غادي يولي عندها كلفه، هل تستطيع ان تتحملها ولا تستطيع ان تتحملها، الله اعلم بذلك. اذا هذا 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 الجزء الاول. الجزء الثاني في بالنسبه للاباء. الاباء اذا رفضوا إذا رفضوا زواج الأبناء فهذه لها حالتان. في الحالة التي يرفضونها يرفضون الزواج لسبب ديني أو أخلاقي، هذا حقهم. مثلا أن يتزوج أن يعني أن يتقدم للخطبة إنسان فاسق عديم الدين أو كذا، أو أن يريد الشخص حتى من 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 من, من الأب يتدخل في زواج ولده، لأنه يريد مثلا هذا ولده يريد أن يتزوج امرأة لا دين لها أو فاسقة أو ذائرة. تقول له ما تناسبناش، هذه ما تجيش ديالش في العائلة ديالنا، غادي تدخل فينا، ما غاديش تديها وتقعد أنت ولا تمشي بها للجبل، غادي تولي جزء منا، والأخلاق هذه ديالها غادي تكون عندنا في جزء في بيتنا. فله وفي هذه الحالة يجب طاعة الولي. في حالة أخرى لا يكون الرفض إلا لاعتبارات ليست من هذا القبيل. هناك من يرفض زواج هذا الشخص بهذه الفتاة وهذه الفتاة بهذا لأسباب ليست شرعية. يقول له هذاك من ما يتزوجش من عند بنتنا لأن باه كان خدام عندنا وكان فقير وكبر في كذا وما كانش عنده، احنا كنا جدنا عندنا وهما ما كانش عندهم، أو لأن ما عجبكش شي حاجة فيه، وراء أسباب راه عطى الله الخير بزاف، كان مسكين، كان كذا، كان كذا، كان ما عجبكش في الشكل ديالو، ما عجبكش في كذا، هذا كله لا عبرة به. فإذا وقع هذا فلا يطاع الأب ولا في هذا. إذا لم يكن هذا كلام ابن أبي بكر العربي المعافري، يقول إنما يطاع الأب فيما كان له سند شرعي. واحد يقول له جيت نتزوج وكذا ولا شحال ولا شيء، يقول لا. علاش؟ لان امها دابزه مع دابس واحد المره في الحمام مع امين هذه، وهذيك ما قالت للزوج قلت له قول لهم لا، وقال لهم لا. او لان هذا ما غاديش يعطينا شيء 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 سميتو، او الصدقه غادي يكون قليل، او ما عنده السياره يتمشى غير البسكليت، ها ما نزوجوش، ها المهم ده. هذه كلها اشياء موجوده في المجتمع، كلها محاها الفقه، لا عبره بها. العبره بالصلاحيه. اذا كان الرجل صالحا فهو صالح، لا يرد لفقره ولا لغيره، وهذا وقع في حياه الصحابه. واذا كانت الناس تكلموا قالوا من بني فلان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر هذا، كان يزوج بنت عمه لزينب لمن؟ لاناس كانوا قبل الموالي. وهذا الاسلام انهى هذه الفكره هذه ديال الطبقيه، لم انتهت. ولكن اذا تعلق الامر بالاخلاق فالاولى ان يحترم هذا المعيار، لئلا ندخل في شكاس وفي خلاف. ماشي لحظه الزواج، ماشي لحظه الزواج، هذيك لحظه الزواج ولا الزواج تنتهي في مده، ولكن نفتح عيوننا عن الخلاف من الان اللي يتزوجوا حتى من غير المسلمات. قليل فيهم اللي ينجحوا في الزواج ديالهم، قليل، لان في الاخير غادي يجوا اشياء كثيره. مرة باغي تشرب الخمر وباغي تجيب الخنزير تاكلو والولاد يشوفوا هو اش غادي يدي، وتدي له الولاد الكنيسه وكذا، وغادي يبقى مقطع. لان المراه ما تقولوش انت يا زعما تزوج انت مسلم راك صافي راك، تقول انا ولادي ندير فيهم اللي بغيت،
تقسم لهم شي شويه تاوما ديال جونبون ها حلو عطيهم شي شويه باش يصبحوا عليه وتولا الى يحتاجوا شي حاجه ديال الخمر تعطيهم شي شويه باش يكونوا ناشطين في عيد الميلاد ها وتديهم الكنيسه واش مقال لك انت زعما شنو انت شنو في ديك الدار اش راك دير والو قلت لهم صافي غير بحال داك التيس صافي جبت ولد الاولاد ولد ذلك في الاخير يفتحوا انفسهم على حق ان الانسان يجبر نفسه هو بوحده يجبر نفسه بوحده كنا الاسره اللي كان يخدم عليها كلها ماشي ديالو كلها ذلك ما نشجعوش الناس بزاف على هذه القضيه ديال سميتو نقول دائما هذا الجانب الاخلاقي الديني يجب ان نعتبر هذا السؤال الذي طرحته قد اجبت عنه فاما ان السيد اذا كان مستقم ولا يستقم ولا غادي يستطيع يتبدل بغى يبقى في الدخان باش يمشي شي وحده اخرى تدخن عاوتاني يديها ويقلنا في راسنا الا بغات الا ما بغاش نقول لهم لا انا ما نتركش الدخان تركش الدخان راه كاين وحده تناسبك وروح شوفها راه كاينه تجبر وحده اخرى اكثر من اكثر منك ولكن خليوا الاشياء منسجمه حتى لا تختلط السبل في منتصف الطريق.